الكمامة، يا أهل الديون، يا أهل الضيق، يا أهل الهموم، يا من ضاقت عليكم الدنيا بما رحبت، اسمعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي أمامة، أفلا أعلمك كلمات إذا قلتها أذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى البشرى، قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم ومن الحزن، وأعوذ بك من العجز ومن الكسل، وأعوذ بك من الجبن ومن البخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: فقلتها في الصباح، فوالله ما حل المساء، والله ما حل المساء إلا وقد أذهب الله عني همي وقضى عني ديني. فقط قف على باب الله، فقط اطلب من الله، أنت بمجرد أن تقول يا الله، بمجرد أن تقول يا رب، يقول الله لك: لبيك عبدي لبيك. اللهم من يرى هذا المقطع ومن ساهم فيه ومن أعان على نشره، اللهم فاغفر له ذنوبه كبيرها وصغيرها، جلها ودقها، عظيمها ودقها.